في ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال، نظمت جمعية وفاق تتمليل سباقا وطنيا في مدار مغلق تحت إشراف الجامعاتية الوصية. السباق شهد مشاركة أبرز الأسماء الوطنية وتميز ببداية تتناسب وكونه أولى محطات خارطة الدراجة الوطنية لهذا الموسم. الروبورتاج لأمينة الشمسي ومحمد آريش. انطلاقة الدراجة الوطنية في مسارها المحلي هذا الموسم انطلاقة هادئة من خلال المدار المغلق بتتمليل، امتد قرابة 71 كيلومتر ونصف. بالنسبة لفئة الكبار، عبد العاطي سعدون خطف الرتبة الأولى في مدار لم يخلو من صعوبات. في فئة الشبان فاز المهدي العناية وعثمان شموسي لأقل من 23 سنة. كانت الحيطة والحضر منذ بداية السباق، والحمد لله بفضل الخبرة والتمارين اللي قدمتها مع الفريق الوطني فزت في السباق بكل سهولة. المدار كان صعيب من حيت السباقين اللي كانوا معايا، الحمد لله صبرت وفزت بهذا السباق الحمد لله. سباق تتمليل والذي يشكل أولى محطات الدراجة الوطنية في موسمها الجديد شارك فيه حوالي 120 متسابقا، كما ضم أيضا فئتي الصغار والفتيان قاوموا صعوبات مدار السباق والذي لم يخلو من حوادث. كاين بعد لي فراج، كاين عندنا لا مونتي، عندنا واحد الطلعه اللي المتسابقين كيبدوا فيها واحد المجهود باش يبقاو ضمن الكوكبه. فيما يخص الاختيار ديال المدار هو اختارته الجامعه، لكن الجوده ديالو والمكانه ديال اللي كيستحق. بدايه هادئه قوبلت بالرضا تنظيميا وتقنيا في انتظار ان تستكمل عمليات احماء الدراجه الوطنيه عند سباقات لاحقه. إلى عالم الانتقالات، لكن في رياضة سباق الدراجات، إذ وقع كل من عادل جلول وسفيان هدي عقدا احترافيا مع نادي سكاي ديف دبي الإماراتي، وهي ثالث تجربة من نوعها في عالم سباق الدراجات المغربية. أحمد البنجيمي. الدراجة المغربية تدخل من جديد عالم الاحتراف، فبعد تجربتي كل من طارق الشعوفي بإسبانيا ومحسن الحسيني بالجزائر أتى الدور على الدراجين عادل جلول وهدي سفيان اللذان تعاقدا مؤخرا مع نادي سكاي ديف دبي الإماراتي. فالحمد لله، فبالنسبة للدراجين كلهم كينتظروا بأنهم يدخلوا العالم ديال الاحتراف، والحمد لله تحتنا هذه الفرصة هذه وصبحنا من المحترفين، وكنتمنى ان شاء الله يعني تكون مسيره موفقه للدراجة المغاربه كل ان شاء الله. تألق الدراجين وحصولهما على نقاط مهمه في طوافات الافريكا تور جعلهما محط اهتمام مسؤولي النادي الاماراتي الذي نادى على اسماء وازنه اخرى مثل الاسباني فرانشيسكو مانسيبو بيريز لتحصيل النقاط التي ستخول له بالاضافه الى مشاركته في الاسيا تور دخول غمار منافسات البرو تور. كنا تنقوموا بطوافات، قمنا بتدريب قويه اللي خلاتنا باش نجمعوا لي بوان اللي خلى يعني هذا الفريق باش يشوف المؤهلات ديال الدراجين ويشوف يعني من ناحيه لي بوان اللي يقدروا يعاونوهم في يعني وقوة ديال الدراجين اللي يخليهم باش يحصلوا حتى هما على بعض النقاط. تجربة عادل جلول وهدي سفيان ستؤثر ايجابيا على عطاء المنتخب الوطني خاصة وعلى رياضة سباق الدراجات الوطنية عامة لما تحمله من تحفيز معنوي لباقي الدراجين. الإضافة اللي غادي تعطينا هذا الاحتراف هو أنه هاد المتسابقين غادي يبداو يبانوا على المستوى الدولي سواء في إفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا. زيادة على ذلك وهو أنه في حالة ما إذا كانت عندنا مشاركة دولية سواء الألعاب الأولمبية أو بطولة العالم أو بطولة إفريقيا يمكن هاد المتسابقين يجيو يشاركوا مع المنتخب الوطني. للإشارة، فالدراجان يتابعان تدريبهما بانتظام وبمعنويات عالية قبل التحاقهما بناديهما الجديد، واعدين بتأكيد أحقيتهما بذلك وطامحين لتحقيق المزيد.